الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. درسنا اليوم هو الدرس 26 من شهداء الصحابة على ثرى الأردن. فكما تعلمون أيها الأحبة، فلقد استشهد عدد من الصحابة على ثرى الأردن، منهم الحارث بن عمير الإزدي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الدرس نتحدث عن هؤلاء الصحابة الذين تركوا لنا بصمة واضحة عظيمة في هذه الحياة، ولقد مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم وأمرنا بالاقتداء بمنهجهم وهديهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تأمل في هذه الآية القرآنية أيها الطالب، تجد أن الله عز وجل فضل الصحابة، فهذا دليل على أنهم خير أمة أخرجت لهذه البشرية، خير أمة فهما وعلما وعملا وتأصيلا واجتهادا، وهذا صريح على لزوم اتباع هديهم وأن هديهم سنة يقتدى به. وكذلك أيضا عندما تتأمل في هذه الآية القرآنية، تجد أن الذين استحقوا المدح من الله عز وجل الذين اتبعوا سبيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن المدح الله عز وجل الذين يتبعون سبيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام زكى الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم. فحب الصحابة كما هي القاعدة عند العلماء وعند أهل العلم، حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وعصيان. فلذلك تعالوا معي أيها الأحبة لنتعرف على بصمة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، لنتعرف على مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، لنتعلم الدروس من هذه المواقف المشرقة الطيبة في هذه الحياة. لهم فضل ولهم مكانة في شريعتنا الإسلامية، ولكل صحابي من هؤلاء الصحابة له موقف عظيم نستنبط من هذه المواقف دروس وعبر لنا ومبادئ نسير عليها في منهج حياتنا. أولا، الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل النموذج يقتدى به كغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قدموا أرواحهم فداء للدعوة الإسلامية. فهذا الصحابي سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى ملك بصرى الشام لتبليغه رسالة الإسلام الخالدة. وفي أثناء طريقه عندما سار من منطقة الطفيلة جنوب الأردن، اعترضه شرحبيل ابن عمرو الغساني. شرحبيل هذا كان أمير المنطقة، أمير منطقة سلع في جنوب الطفيلة. وشرحبيل قام بقتل الحارث ابن عمير الأزدي. لم تجري العادة بقتل الرسل حتى لو كرهت الرسالة التي يحملونها، لم تجري العادة بقتل الرسل لا عند الملوك ولا عند الأمراء، لكن شرحبيل خالف العرف والعادة بين الدول وبين الملوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبين لهؤلاء عزة المؤمن وكرامة المؤمن جهز جيشا
ليؤدب شرحبيل، وبسبب قتله كان قتله سبب رئيسي لمعركة مؤتة المعروفة. الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي أيها الطلبة ترك لنا بصمة واضحة، بل ترك لنا بصمتين جميلتين رائعتين. تأملوا في قصة هذا الصحابي الجليل، تأملوا في هذه السطور فقط، كتب عنه هذه السطور، تأملوا ماذا نستفيد من هذا الصحابي الجليل دروسا وعبرا، مبادئ في هذه الحياة. أولى هذه المبادئ الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بالدعوة إلى الله عز وجل في خارج الجزيرة العربية. ثم ترك لنا بصمة عظيمة أيها الشباب عندما أعلن العزة والكرامة لدم المسلم بعد موته، بعد قتله. هذا يدل على العزة وعلى الكرامة لدم المسلم الذي سطره لنا هذا الصحابي الجليل. سطر لنا بصمة واضحة أن دم المسلم وكرامة المسلم وعزة المسلم، هذه كرامة وهذه عزة لا يعتدي عليها كائنا من كان. النبي عليه الصلاة والسلام جهز هذا الجيش حتى يؤدب هؤلاء ويعلمهم أن عزة المؤمن وكرامته ولن يستهان بها في دين الله جل وعلا. هذه المعركة كان لها القادة العظام، وقد درسنا عنهم في معركة مؤتة، فتعالوا معي لنتعرف على هؤلاء القادة العظام الشجعان الفرسان الذين ضحوا من أجل هذا الدين ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول قائد لغزوة مؤتة كان زيد بن حارثة رضي الله عنه. تعالوا معي الآن لنعيش مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة هذا الصحابي الجليل هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكنى بأبي أسامة، وهو رابع من أسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وقد تربى في بيت النبوة، في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي الجليل زيد بن حارثة قام بأعمال عظيمة في حياته، نصر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أعظمها كما قلت لكم من الأوائل الذين أسلموا، وهذا يدل على أنه كان من الداعمين للنبي عليه الصلاة والسلام. عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حبه الشديد لزيد بن حارثة، حتى كان يلقب أي زيد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قد تبنى زيدا رضي الله عنه لحبه الشديد لزيد، وبقي زيد يدعى بزيد بن محمد، يعني كانوا ينادونه بزيد بن محمد حتى جاء حكم الإسلام بتحريم التبني، فرجع اسمه ونسبه الأول زيد بن حارثة. زيد بن حارثة له ميزة عظيمة، لقد ورد اسمه في القرآن الكريم، ورد اسم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في القرآن الكريم، فهو الوحيد من الصحابة رضوان الله عليهم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، وقد أورد الله عز وجل اسمه في آياته في طيات حديثه عن إبطال التبني، وكان تأكيد ذلك بطلاق زيد بن حارث رضي الله عنه لزوجته زينب ابنة جحش رضي الله عنها. طلق زوجته زيد
بنت جحش، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها. لماذا؟ لإنهاء أي اتصال بحكم التبني الذي كان سائدا في الجاهلية. قال جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هنا هذه الآية تدل على إبطال التبني. شارك زيد رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وما بعدها، ولعل من أعظم ما قدمه زيد رضي الله عنه للإسلام أنه حمل الراية يوم غزوة مؤتة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غائبا عن المعركة، وبالرغم من عدد الروم الكثر إلا أنه كان شجاعا، أخذ الراية وقاد المسلمين ببسالة وقوة وشموخ، وأخذ الراية وقاتل قتال الشجعان، وكان هو القائد الأول لهذه الغزوة ولهذه المعركة. فثبت زيد رضي الله عنه وأرضاه حتى سقط شهيدا على ثرى الأردن في المزار الجنوبي في الكرك، وكان عمره آنذاك 55 عاما رضي الله عنه وأرضاه. ترك لنا بصمة عظيمة رائعة ومبدأ في الحياة، وهو أن ننصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ننصر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عن طريق أن ننصر سنته، أن ندافع عنه، أن نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون لنا هذه السنة منهج في حياتنا. كذلك أيضا ترك لنا بصمة واضحة في شجاعته في إقدامه في ساحات الجهاد. أخذ الراية من بعده صحابي جليل، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جعفر ابن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المشهور بجعفر الطيار وذو جناحين، هو صحابي وقائد مسلم ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد وزرائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أعطي 7 رفقاء نجباء وزراء، وإني أعطيت 14: حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والمقداد وحذيفة وسلمان وعمار وبلال. رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وزراء النبي عليه الصلاة والسلام. وجعفر أيها الطلبة هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنهما لأبويه، ويقال أنه كان أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. أسلم جعفر رضي الله عنه ثم هاجر مع جماعة من المسلمين إلى الحبشة، ومكثوا فيها عند ملكها النجاشي هنالك. جعفر كان يتميز أيها الطلبة بأسلوبه الذي كان يقنع فيه الآخرين، عنده حجة قوية وأسلوب جميل لطرح أفكاره. فعندما قابل النجاشي أقنع النجاشي بحجته وبما قاله من حوار طويل بينه وبين النجاشي. ثم جعفر رضي الله عنه وأرضاه هاجر إلى المدينة المنورة يوم فتح خيبر، فكانت له هجرتان: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، وآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري. الصحابي جعفر رضي الله عنه وأرضاه اشتهر أيها الطلبة بالجود والكرم والسخاء، لذلك لقب
بأبي المساكين رضي الله عنه وأرضاه. لقد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الغزوات، وشهد جعفر غزوة مؤتة التي دارت رحاها في السنة الثامنة للهجرة بين المسلمين والروم كما أسلفنا، وكان هو أمير جيش المسلمين إذا أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة. فلما قتل زيد بن حارثة في المعركة أخذ جعفر بن أبي طالب اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه أي ما بين كتفيه حتى قتل رضوان الله عليه وهو ابن 41 سنة، سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في ساحة القتال، في ساحة الجهاد، في ساحة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد وقد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. ودفن جعفر رضي الله عنه وأرضاه في منطقة مؤتة في بلاد الشام، وله مقام هنالك في بلدة المزار الجنوبي في مدينة الكرك. بعدما قتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وقبل أن نتحدث عن عبد الله بن رواحة، نريد أن نسلط الضوء على البصمات العظيمة المشرقة في حياة هذا الصحابي الجليل لنستفيد منها في حياتنا. تأملوا معي، ما هي البصمات المشرقة العظيمة في حياة هذا الصحابي الجليل؟ أقول لكم: بصمة أن نتمسك في مبادئ الأخلاق، كان كريما، كان يحب المساكين، ينفق مما أعطاه الله عز وجل، كان واثقا بنفسه، عنده الحجة لإقناع الآخر بالحق، وكان يحب الحق ويتبع الحق. فكروا أكثر تجدوا عنده بصمات مشرقة كثيرة جدا. تعالوا معي الآن لنتحدث عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو رواحة شهيد بيعة العقبة، أو شهد بيعة العقبة مع 70 من الأنصار، شهد البيعة مع 70 من الأنصار، وهو أحد نقبائهم 12، أي كان مسؤول عن أحد الناس ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين من الأنصار الذين دخلوا في دين الله جل وعلا. وكان رضي الله عنه شاعرا، كان شاعرا ألقى الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخر الشعر من أجل نصرة الإسلام ومن أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان عنده موهبة فليسارع إلى أن يسخرها لخدمة دينه ونصرة دينه ولنشر هذا الدين. شهد بدرا وما بعدها، وفي مؤتة وبعد استشهاد زيد بن حارثة وجعفر أبي طالب رضي الله عنهما، رفع عبد الله بن رواحة الراية فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، حتى قال: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. فهذا الشعر الذي ألقاه حمس الصحابة وشحذ هممهم للقتال ضد الروم، ضد أعداء الدين، وقاتلوا بوسالة حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. دفن رضي الله عنه وأرضاه على ثرى الأردن في المزار الجنوبي من الكرك بجوار صاحبيه جعفر الطيار وزيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا. ولو تأملتم في سيرة هذا الصحابي الجليل لرأيتم كيف قدم دين الله عز وجل وضحى من أجل هذا الدين. هذه بصمة عظيمة أن يضحي من أجل هذا الدين. والبصمة الأخرى كيف وجه علمه وموهبته لنصرة الإسلام ولنصرة المسلمين.
ولنصرة سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الصحابة، لن يضل والله أيها الطلبة، لن يضل متبع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. فنسأل الله عز وجل أن نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما جاء في الدرس أحبة الطلبة، أسأل الله أن ينفعكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.